يا محمد اللباني الأردني اللي عايش في أبو ظبي، صار لك 11 سنة متغرب عم تشتغل لتأمن بالتأمين لتأمن حياتك الآن و 2021 أنت الفائز الأول ب 125,000 دولار. عليك الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، الله يسعدك. شكرا شكرا، والله بسطني يا محمد. شكرا محمد. 125,000 دولار. وين المدام؟ المدام موجودة من الفرحة. طب تزغرت شوي، تعطينا زغروتة هيك، تعطينا أي شيء يا مدام. يا مدام. يا مدام أهلا. مرحبا. أهلا. 1,000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 
تشارك ولا لا تشارك؟ لا تشارك، شو بدك بهالقصة؟ لا تشارك صح؟ والله هو دائما ببعث، انا كنت مشاركه بس قست، لست كان يحكي لي لا لا لا. شفتي لا يأس مع الحلم، يعني اللي بربحوا بشو؟ لا يأس مع الحلم، لا يأس. كتار ناس بيسألوني صحيحة، بقول لهم والله صحيحة، والله ما بنعرف ان الناس اللي عم بيفوزوا، والله مبروك. هاي صار مع جوزك 125,000 دولار، قديش بيطلعوا بالدينار هدول؟ ما بعرف، دنانير كتير ما بعرفها، بس تعرفي تصرفي انت، ما بتعرفي قديش بيطلعوا. يعني كثير الحمد لله هم حلوين. اه الحمد لله الحمد لله هم حلوين حلوين. ان شاء الله الف مبروك، وان شاء الله بتزبطوا بيتكم، بيت اللي انتم هلا عم بتزبطوه لسه ربعه، ان شاء الله بالفلوس بيزبطوا البيت وبيصير احلى بيت بعمان. بيتك ولا وين؟ والله صوتك وين ما تروح وين ما تحكي دائما معه الرزق سبحان الله. الف مبروك يا محمد، الف مبروك. الله يبارك فيك، وشكرا لك، وشكرا للان بي سي، شكرا لكم جميعا، وتحياتنا لك ولكل اهلك اللي معك، وان شاء الله طبعا بتكون تصرفهم بالهنا يا رب. اذا مبروك ال 125,000 دولار، خلينا نعيد، اذا مبروك ال 125,000 دولار لاول فائز بموسم الحلم 2021 هو محمد اللوباني. طبعا هذا الموسم هو اكبر موسم على الاطلاق، 14 سنه والسنه رقم 15، مجموع جوائزنا اكثر من 3.5 مليون دولار. خبرتكم انه اذا بتشوفوا الحلم حلمكم بعين رح نشوفكم بعينتين هالسنه، مفاجاتنا كبيره لانكم بتستاهلوا. الجائزه القادمه رح تتضاعف من 125 الف دولار ل 250 الف دولار والحبل على الجرار، يعني ربع مليون دولار الجائزه المقبله من 125 ل 225. ومثل ما قلنا لكم اذا بتشوفوا حلمكم بعين بنشوفكم بالعينتين.